شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، الدرس الرابع والعشرون، اعتكافه صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. أخي المسلم، أولا، إذا تيسر لك أن تعتكف العشر الأواخر من رمضان بمناسبة المسجد، بطاعة الله تعالى في المسجد، فافعل ذلك متأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك، وطاعة لله تعالى، فتلازم المسجد للصلاة والذكر وقراءة القرآن وغيرها من الطاعات، وتكون في اعتكافك في العشر مع فعل الطاعات ملتمسا ليلة القدر، الليلة العظيمة التي هي في هذه العشر الأواخر تكون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فاعتكف الناس معه صلوات ربي وسلامه عليه. إذا تيسر في العشر الأواخر فاعتكفها كلها. ثانيا، اعتكف العشر الأواخر من رمضان كل سنة حتى تموت. حاول إن تيسر لك أنك تعتكف هذه العشرة كل رمضان كل سنة، هذه السنة إذا عشت إلى السنة بعدها وهكذا. وإذا أراد أهلك من زوجات أو بنات الاعتكاف فلا تمنعهن ولا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. ولذلك أيها الحبيب، احرص كل سنة، لأنك قد تموت بعد هذه السنة والله جل وعلا أعلم، فالأجل قريب وقيامتك قريبة، وأنت في زمان الفرصة وفي زمان السباق وفي زمان المنافسة في طاعة الله عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثالثا، إذا اعتكفت في المسجد فامتثل أمر الله في الاعتكاف، ومن ذلك عدم مباشرة للزوجة بشهوة، وكذلك المعتكفة لا تباشر زوجها بشهوة. وقد قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. إذا تنبه ولا تقرب حدود الله عز وجل، ولا انتهك حرمات الله عز وجل، لأن المعتكف منقطع للطاعة للعبادة. رابعا، إذا كنت معتكفا في المسجد فلا تخرج إلا لحاجة، كقضاء حاجتك يعني من بول أو غائط والطعام والشراب إذا كان يمنع من المسجد. وفي حديث عروة عمرو بن عبد الله أن عائشة رضي الله عنها قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي رأسه في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. إذا ما ذهب البيت إلا إذا كان في حاجة، أفرض ما في أكل في المسجد، لكن إذا وجد الأكل في المسجد لا، ما تذهب البيت، ما تشتغل في هذا الاعتكاف بالكلام السواليف البسطات، يذهب الوقت كله أكثر الاعتكاف أكثر الوقت، ولكن كما قلت تشتغل بالطاعات. خامسا، إذا اعتكفت في المسجد طاعة الله فلا تخرج من المسجد، ولكن شغل بالطاعات والقرب إلى الله تعالى، ولا تشغل وقتك
وتملأه بالكلام الفارغ أو الهاتف في غير طاعة الله عز وجل، ولا تعد مريضا، لأن المعتكف لا يخرج كما مر إلا لحاجته. أنت إيش؟ دورة مياه، أكل، شرب، لا يوجد في المسجد، إذا كان يوجد خارج المسجد خارج المسجد، وأكل وشرب ثم عاد، وهكذا يعود سريعا. يعني ما هو معنى يجلس بقى يعني يتمادى حتى يذهب الوقت، يعود سريعا يعني أنه يأخذ حاجته ثم يعود إلى معتكفه. سادسا، إذا كبرت في السن وظننت دنو أجلك فأكثر من الطاعات مستغلة بقية العمر، وليكن هذا هو دأبك حتى لو كنت شابا، ولكن كلما كبرت فإنك تقرب من الموت، فإن تيسر أن تعتكف أكثر من 10 في آخر حياتك فافعل ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما عليه الصلاة والسلام، وكأنه أحس بدنو أجله. وهكذا أنت أيها المسلم كلما كبرت في السن قرب الأجل فأقصر من الأمل وأقبل على الله عز وجل واجتهد في صالح العمل. سابعا، إذا لم يتيسر لك اعتكاف العشر الأواخر من رمضان كلها فاعتكف بعضها، اعتكف الوتر من العشر الأواخر مثلا الأواخر الليالي، اعتكف الوتر من العشر الأواخر ليلة 21، 23، 25، 27، 29. وإذا لم تعتكف هذه الليالي فاعتكف ليلة 27، فإن لم تعتكف ليلة 27 فاعتكف ولو بعض الساعات في المسجد، لأن لا يشترط الاعتكاف زمان معين. ولذلك إذا دخلت المسجد فنوي الاعتكاف ساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر، فإنه يحسب لك اعتكاف عند الله عز وجل، لأنه كما ذكرت لا يشترط له زمن معين. ثامنا، أيتها المرأة، إذا اعتكفت في المسجد فاحذري الفتنة، سواء تفتني الناس أو أن يفتنك الناس، واتق الله عز وجل في ذلك. لا تخرج للاعتكاف ملابس الزينة أو المكياج أو التجمل، أنت في عبادة، أنت في طاعة، ما تخرج للفتنة أو تخاف أن يفتنك نعم الناس، فابتعدي أيضا. والاعتكاف لا بأس أن تعتكف المرأة أيضا في المسجد، كما بقى معنى اعتكف أزواج النبي بعده عليه الصلاة والسلام. تاسعا، إذا اعتكفت أيها الرجل من زوجتك وأهلك أن يزوروك في المسجد، التحدث معك بعض الوقت اليسير. وفي حديث صفية أنها جاءت وصلت تزورهم في اعتكافه عليه الصلاة والسلام في المسجد في العشر الأواخر، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت. وطبق منهج النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. وفي حديث عائشة قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. وهكذا نعم أيها المسلم، تأسى بهذا الرسول في هذا الاعتكاف، وطهر اعتكافك من الأمور القوادح التي تقدح في الاعتكاف، مثل المباشرة، مثل الكلام اللغو، مثل إذا كان الاعتكاف واجبا فإن الخروج يقطعه، نعم، كما لو كان اعتكاف نذر ونحو ذلك. عاشرا، إذا لم تعتكف في رمضان فاعتكف العشر الأول من شوال، إذا ما تيسر أن تعتكف هذه السنة في رمضان فاعتكف العشر الأول من شهر شوال. وفي حديث عائشة قالت: كان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر. المعنى أنهن اعتكفنا، ضربنا هذه في المسجد أو برحة المسجد التي تبت مع المسجد.
فلما أصبح عليه الصلاة والسلام الأخبية فقال ما هذا؟ فأخبر أنهن أزواجه، فقال البر ترون بهن أو البر تريدن، فترك الاعتكاف ذلك الشهر عليه الصلاة والسلام، ثم اعتكف 10 من شوال. فأنت إذا فاتك الاعتكاف في رمضان أحد الأعوام اعتكف في 10 الأول من شوال تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.